موجز 11 صباحا من الإخبارية السورية في حلب، أهلا بكم. تحقق وحدات الجيش العربي السوري تقدما في مدينة حلب وريفها، وتسيطر على مناطق جديدة بعد دحر الإرهابيين منها، ولا سيما حي الفرافرة قرب قلعة حلب. واستهدفت وحدات الجيش مواقع وتجمعات في قرى وبلدات خانطومان ومعراتة وغرب دارة عزة وغرب قبتان الجبل وبابيس وكفر حمرة وحريتان بريف حلب وفي حي صلاح الدين وحلب القديمة، ودمرت أحد مقرات تنظيم جبهة النصرة على طريق حلب الدولي جنوب غرب حلب كان يستخدمه التنظيم في تفخيخ الآليات. إلى ذلك، فجرت وحدة من الجيش العربي السوري عبوة ناسفة بسيارة تقل مجموعة إرهابية على طريق مخيم النازحين سجن غرز جنوب محافظة درعا، وذكر مصدر عسكري أن التفجير أدى إلى تدميرها وقتل وإصابة من بداخلها، عرف منهم الإرهابي ثابت المسالمة متزعم ما يسمى ألوية أحرار حوران، والإرهابي حسام أبا زيد متزعم ما يسمى لواء جندي الفاروق. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن اتفاق إيراني تركي على التعاون من أجل إنهاء الأزمة في سوريا وإرسال المساعدات الإنسانية إليها، وذلك إثر زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى أنقرة. وأفادت دائرة العامة للدبلوماسية الإعلامية لوزارة الخارجية الإيرانية أن الاتفاق بين طهران وتركيا يعد إنجازا مهما لزيارة ظريف التي التقى فيها رئيس وزراء النظام التركي بن علي يلدرم. أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوزارتي الدفاع والخارجية على مواصلة العمل مع الشركاء الأمريكيين بشأن سوريا. جاء ذلك في وقت كشفت وزارة الدفاع الروسية بأن الإرهابيين يعدون لاستهداف الجيش السوري والمدنيين بأسلحة كيميائية في حلب. وأعلنت الوزارة أيضا أنها تلقت معلومات تؤكد تورط فصائل المعارضة في سوريا المرتبطة بجبهة النصرة في قصف قافلة المساعدات الإنسانية قرب بلدة أورم الكبرى في ريف حلب. من جهتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه يتعين على الولايات المتحدة وشركائها وليس على روسيا فقط إثبات صدق نواياهم في سوريا. وأكدت زاخاروفا أن الأمريكيين لم يفوا بالتزاماتهم في إطار اتفاقات التسوية، مشيرة إلى أنه على الأمريكيين بعد تفكيكهم العراق وليبيا وانتهاك كل القوانين العقلانية للوجود في منطقة الشرق الأوسط إثبات صدق نواياهم في سوريا وأنهم يرونها دولة وليس مستعمرة. كان هذا كل ما لدينا من أخبار، إلى اللقاء.